ملحم بعد كل مجزرة. نسأل سؤالا أو يسأل الناس سؤالا، ما الذي جرى؟ والواضح بأنه فعلا الجيش يتلقى ضربات كثيرة، ضربات كبيرة على مناطق مختلفة من يعني في مناطق مختلفة من محاور الاشتباك، لذلك يصب جم غضبه على المدنيين. هذا أبلغ تفسير ربما ملحم لهذه الحالة من الدم، لهذه الحالة من الأشلاء كما ترى ملحم، شهداء بالعشرات من المتوقع بعد قليل أن تجري الصلاة عليهم، ثم يتم نقلهم عبر سيارات مدنية وشاحنات إلى مقبرة الشهداء، طبعا سيصلى عليهم هنا وسيدفنوا. بعض هؤلاء مسحوا من السجل المدني، ليس لديهم من يدفنهم يا ملحم، بعضهم تتكفل وزارة الصحة، والبعض الآخر يتكفل جيرانهم ويتكفل بعض الأقارب البعيدين عنهم بدفنهم ملحم. هذه أم تودع أطفال، تودع أبنائها، يتعرفون عليه الآن. لا ماذا؟ ايش ابنك مازن؟ بنت اختي هذا. هذا احلام هذا. احلام مش يمنى هذا. قديش عمرها احلام؟ 14 سنة. شو رسالتك اليوم وهذا الدم بيقول؟ ايش اقول لك؟ هذا اجرام في حق الشعب الفلسطيني، احنا ذنبنا. ايش ذنب هذا طفله؟ ايش ذنبه؟ هذا هاي امها واخوها وابوها واخوتها كلهم استشهدوا هذول، ايش ذنبهم هذول؟ ايش عملوا لنتنياهو؟ ايش عملوا لاسرائيل؟ هاي رسالتي للامه كلها تيجي تشوف ايش بصير فينا احنا.